بالخير يجمعنا الصباح وعبيركم بالود فاح أنتم أيا أهل النجاح بالمجد دونتم سطور بالخير يجمعنا الصباح وعبيركم بالود فاح أنتم أيا أهل النجاح بالمجد دونتم سطور بدأنا العام الدراسي طبيعيا نتلقى العلم حضوريا وفجأة تهافتت على أسماعنا تأجيل الدراسة وقتيا وبالفعل ختمنا عامنا عبر الشاشات مرئيا رحلة لم تكن سهلة ولكننا اجتزناها أنشأ منصات بيننا تفاعليا وكان لابد الختام أيضا أن يكون احترازيا رحلة لم تكن سهلة ولكننا اجتزناها ها نحن في بداية عام دراسيا درسنا خلالها عبر الشاشات جزئيا وأوشك ما انتظرناه أن يكون حقيقيا فغدا بإذن الله عودتنا مدرسيا وها نحن نعد حقائبنا فعليا رحلة لن تكن سهلة ولكننا اجتزناها شكرا عائلتي شكرا وطني شكرا معلماتي شكرا مدرستي رحلة لم تكن سهلة ولكننا معا اجتزناها بالخير يجمعنا الصباح وعبيركم بالود فاح أنتم أيا أهل النجاح بالمجد دونتم سطور بالخير يجمعنا الصباح وعبيركم بالود فاح أنتم أيا أهل النجاح بالمجد دونتم سطور